السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في قناتنا الرياضية. مرحبا بكم اللي زابوني تاعنا، مرحبا بكم ناس الجي اس كان. ان شاء الله تكونوا بألف خير ان شاء الله. واخبار شباب تقابل يا جماعة، توجو لايك دائما باه يوصلكم الجديد يا جماعة، وابوني في القناة هي بحاجه الى دعمكم. المهم نحكيوا على اخر الاخبار تاع شبيبه قبائل. خبر خفافي شريت نحكيوا فيه، اللي هو انه سويه طالب لاعبيه الفوز على اتحاد العاصمه، ويبدو ان سويه هذه في لونطين مول البارح الاخرى، ويبدو انه سويه يظهر لي بعض اللاعبين، كاين بعض اللاعبين ما عجبوش في خنطينه يعني صراحه، وظهر لي شبه اللهجه معاهم، وهذه حاجة لوجيك، لأنه لو يخسر اليوم في اتحاد العاصمة راح تكون خسارة تانية على التوالي، وقادر تدخل لك في دوامة. لما نتمنوا هذه لشبيبة القبائل، نتمنوا أنه اللاعبين يكونوا رجالة ويربحوا، وعلى الأقل يجيبوا لنا تعادل، نحن باسكو مقابلة صعيبة شوية. واتحاد العاصمة راهو اليوم تادو في ديناميكية مليحة، وارتفع الناس تاعو، وعاد يربح المباريات في بلادو وخارج بلادو. نتمنى انه الشبيبة اليوم تكون في يومها، ونتمنى انه الفوز او التعادل يخلي الشبيبة ما تدخلش في دوامة. لذلك سوية يظهر لي هاب شوية وشبه لي جوال تاعو. هذه هي بعض اللاعبين، ان شاء الله في انتظار يتكاليفاو الجدد، لانه في الوقت الحالي هذا واش عندك، هذا واش كاين موجود. ومقابلة تاع اليوم تحب ولا تكره صعيبه ان شاء الله. لو نجيبوا التعادل او الفوز فذلك انجاز لشبيبة القبائل. نتمنى كل الخير، ونتمنى انه ما تخسرش شبيبة اليوم، لانه الخساره الثانيه على التوالي انا ظهر لي قدرات شويه تدخلنا في الشك، ونتمنى بها نكملوا شامبيون مليحه. تبقى لنا مولودي الجزائر وبارادو، ونكملوا الشامبيون في اريحيه ان شاء الله. فيف جي اس كاجماعه، إن شاء الله الفوز اليوم ولما لا حقو نتيجة إيجابية. ما تنساوش يا جماعة لايك باه يوصلكم الجديد، كومونتيو على الفيديو مع أخبار شبيبة القبائل. سلام خاوتي.